السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن المزايا في البيم وفي برامج زي برنامج الريفت ان انت تقدر تنظم كل المعلومات اللي عندك. يعني على سبيل المثال خلينا نعمل سكادول خاص بالروم، خلي بالنا هنا الفيس معمولة ليرنينج كونتنت، دي ما فيهاش اي حاجة خالص. يعني لو عملت روم هتطلع فاضية، تمام؟ لو قلت له نيم والنمبر وقلت له اوكي هتلاقيها فاضية خالص، تمام. طيب الصح ايه؟ ان انا اختار الفيس اللي فيها شغل، اقول له مثلا عايزها الوركينج دروينج، واقول له انا عايز الروم، واقول له اوكي، واقول له مثلا عايز الاريا، عايز النيم، عايز النمبر، عايز الفوليوم مثلا، واقول له اوكي، هيبدا يظهر لي بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز مثلا انظم الحاجات، هقول له مثلا عايزهم حسب الليفل اهوت. ممكن اجي هنا اقول له رتبهم لي حسب الليفل، فيجيب ليفل 1 وبعد كده يجيب لي ليفل 2. طيب انا عايز اخد مثلا اكبر اريا، اصغر اريا، اعرف الموضوع دوت ازاي؟ طيب ممكن لو انت عايز تحصل على الجمع بتاع الاريا ممكن تقول له مثلا عايز اريا الفوتر، تمام، وممكن تقول له اوكي فيبدا يجيب لك الاريا قد ايه. ممكن تقول له انا عايز هنا شيل لي تمايز ديت فوتر، تمام، شيل الفوتر هيبدا يجيب لك المجموع بتاعهم. ممكن نقول له هنا انا عايز عايز ارتبهم بقى حسب النيم، تمام، وشيل لي الاتومايز او حسب ماشي خليها حسب النيم، اوكي هيبدا يجيب لي الموضوع ده. خلي بالك ان في اتنين بيس وفي اتنين بيس الاريا بتاعتهم مختلفه، فهو انا مش عارف يجيب اي رقم، تمام. لو الاريا بتاعتهم هي هيجيب لي رقم واحد، طب هو عنده رقمين فيختار اني واحد، هي دي من ضمن المشاكل. طيب خلينا نيجي هنا فورماتنج اريا واقول له انا عايز كالكوليت توتال، اوكي هيبدا يجمعهم ويجيب لي الرقم بتاعهم، تمام. طيب لو انا قلت له انا عايز اقل رقم فيهم المينيموم، تمام، يجيب لي اقل رقم 3 هو. طيب ممكن اقول له انا عايز الماكسيموم فيجيب لي الماكسيموم. طيب انا عايز المينيموم والماكسيموم فيجيب لي ده هنا من 3 ل 4، والبيدروم من 14 ل 14، تمام، الاثنين موجودين وهكذا، فيبقى بيديك المعلومات اللي انت محتاج ان انت تشوفها. طيب ممكن تيجي برضو هنا وتقول له جراند توتال، اوكي فيبدا يجمع لك الارقام هنا، تمام. هنا جاب لي الارقام عدد الغرف. ممكن تقول له انا عايز مثلا تقدر تختار مثلا التوتال اونلي، التوتالز اونلي وهكذا، تقدر تختار ايه المعلومات اللي انت عايز تظهرها. وهنا برضو ممكن تقول له انا عايز اجمع حاجات معينة، الفوليوم مثلا تقدر تجمعه برضو كذلك.